جديد موقع topmix.com. شعب يعني ما فيش كبير بلشع من قلبك لبلادك مصر دي أرض وارض ولادك موكس العالم قدامنا ده بحط الحلم ده قدامك ده فريق جامد كله عزيمة وفي كل مكان مصر عظيمة والفرحة كده هنحققها والنصر بيعمل نعيمة هنوصل حلمنا للجن هنفرح يجي 100 مليون كاس العالم حلم بلدنا وهنوصل لما ما يكون السد العالي ده أسطورة عامل إرهاب بالكورة وأحمد فتحي ويح جازي دول خلوا العالم محظورة هدف يا صلاح فرح ناسك يلا ننية في حماسك عبد الله سعيد والعزم الجديد والشوطة بتدي أنفاسك شوط يا غزل يا حسام باصي رمضان صبح اللعب الرازي وأنا عندي فريق قد الدنيا عدت توحشة وفاساسي تشجيع جماهير بقى في الاستاد بتقول المصري راجل سدد ده فريقنا القومي فريق جامد احنا فرحنا وتاريخ اجداد محمود كهربا عمره ما يتعب رمضان بيولع في الملعب اهل جمال كلنا واحد كاس العالم مننا قرب وكلامنا بجد كلام حرق اصل الرياضه يا زميلي اخلاق شعر الاحلام حط الخطه والقناص وزع الذكاء كوزي كوزي ناس جوه الحاره والسمكه تحب كان عامل غار بلدنا في القلوب متشالة ومهما الضيق عليها الحالة شبابنا قدها ورجالة ما تعرفش الهزار قصاد كل الظروف نتحدى ونثبت تاني بعد الشدة وده بسر الدعاء بلدنا وام الدنيا رجالة جميلة لاخر ثانية بنكمل للاخر نلعب الشوطة بتجيب الدنيا نجيب الجول لما بنتعب نرجع من مصر ام الدنيا طب مكسي بيت العيلة وسعد برشامة في العالمية محمود يا جمال يا مشرفنا وشريف غزالة انت رئيسنا مصطفى مصري ويا الضاحي والناس بتحبه وتعرفنا الدبلوماسي مالي جلال حن مصطفى لبيب اصلي من زمان يا كريم يا محمود سيد صاحب الزمان ارفع ايدك 100 مليون هجمة خطيرة كده في الجول مصر حطيمة في الجول.